السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلاً ومرحباً بكم. درسنا اليوم هو درس من دروس النحو بعنوان بناء الفعل للمجهول. بداية أريد أن أوضح لكم معنى الفعل المبني للمعلوم ومعنى الفعل المبني للمجهول. ما الفرق بينهما؟ الفعل المبني للمعلوم فاعله موجود في الجملة، ولكن أو نذكر مثالا: فهم الطالب الدرس. فهم الطالب الدرس، فهم فعل ماض، الطالب هنا فاعل، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. ما الفرق بين الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ الفعل المبني للمجهول فاعله محذوف من الجملة، مش موجود في الجملة، وحل محله المفعول به وأصبح نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه حسب الكلمة التي تأتي نائب فيها. فالمثال السابق: فهم الطالب الدرس. هيا نطبق ونحول هذا الفعل لفعل مبني للمجهول. فهم الطالب الدرس مبني للمعلوم أم للمجهول؟ نعم، أحسنتم، مبني للمعلوم. لماذا؟ نعم، أسمعكم جيدا، لأن الفاعل موجود في الجملة. أحسنتم جميعا. هيا بنا نحول هذا الفعل إلى مبني للمجهول. سنقول: فهم الدرس. ما الذي حدث هنا؟ أولا، الفاعل محذوف من الجملة، كلمة الطالب مش موجودة. فهم الطالب الدرس، إذا بقت فهم الدرس، فالفاعل هنا حذف، والفعل حصل فيه تغيير في الضبط بتاعه. إزاي؟ هذا ما بقت هو زي ما. إيه اللي حصل فيه؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعمل فيه إيه عشان نحول من فعل ماضي ثلاثي أقدر أحوله من مبني للمعلوم مبني للمجهول؟ إزاي؟ كيف؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره. هذا ما أهوزي ما، كتبا كتبا، فهما فهما. أدي أول خطوة عشان أقدر أحول الجملة بتاعتي من فعل مبني للمجهول لمبني من مبني للمعلوم لمبني للمجهول. أول خطوة قلنا إيه؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره، الفعل. تاني خطوة: الفاعل لازم يحذف من الجملة. فبدل ما قلنا فهم الطالب، خلاص فهم الدرس على طول. الخطوة التالتة: الدرس اللي هي كانت مفعول به منصوب بالفتحة حلت محل، هتقف مكان الفاعل وهتاخد علامة إعرابه، فهيبقى اسمه نائب فاعل مرفوع، مش هيبقى اسمه مفعول به زي الجملة العادية في الفعل المبني للمجهول، اللي الفعل المبني للمعلوم اللي الفاعل بتاعها موجود، زي فهم الطالب الدرس. الدرس هنا مفعول به منصوب بالفتح، أما حولناها بقت فهم الدرس. إذا فين أين الفاعل هنا؟ حذف، فكلمة فهم تحولت، والدرس هنا أصبحت نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. هيا بنا نأخذ أمثلة على ذلك: هزم المصريون اليهود. نعم، أحسنتم، هذا الفعل مبني للمعلوم. لماذا؟ لأن الفاعل موجود بالجملة. أحسنتم جميعا. كيف نحول هذا الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول؟ نسير خطوة خطوة. أول خطوة نقول ضم أوله وكسر ما قبل آخره، للفعل هزما ستصبح هزيما. الخطوة الثانية: هنحذف كلمة المصريون من الجملة، الفاعل هنحذفه تماما، مش هيبقى موجود قدامي في الجملة. كلمة اليهودا اللي كانت مفعول به منصوب بالفتحة هتقف وتحل محل الفاعل وهتاخد علامة إعرابه اللي هي الضم. في الحالة دي كلمة اليهود هنا هتعرب إيه مع الفعل المبني للمجهول؟ هتبقى نائب فاعل مرفوع. إذن لابد أن نعرف إعراب الكلمة التي تلي أو تأتي بعد الفعل المبني للمجهول، إعرابها إعراب هذه الكلمة ثابت وهو نائب فاعل مرفوع. أي فعل
مبني للمجهول، الكلمة اللي بعده هنعربها ايه؟ احسنتم، نائب فاعل مرفوع. هيا بنا لمثال اخر، لعن الله الكافرين. سنحول خطوة خطوة، لعنا ستصبح لعنا، ضم اوله وكسر ما قبل اخره. الله سنحذف كلمة الفاعل، الكافرين ستتحول، هتبقى عشان هتبقى هتحل محل الفاعل ستكون الكافرون. احسنتم. المثال التالي، كتب التلميذ الواجب، كتب الواجب، اتحولت ازاي؟ ضم اوله وكسر ما قبل اخره، ده بالنسبه للفاعل. الفاعل سنحذف الفاعل، المفعول به سيحل محل الفاعل ويصبح نائب فاعل مرفوع. يبقى كلمة الواجب هنا كتب الواجب هتبقى نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. وهكذا في شرح المعلم الدرس نفس الفكرة، شرح الدرس، حقق الشباب الهدف، حقق الهدف، نفس الفكرة بنفس الطريقة. كرمت المدرسة المجتهد، كرم المجتهد، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. هيا بنا نتعرف على الفعل المبني للمعلوم إذا كان ماض رباعي، أكرم، ماذا سيحدث؟ أيضا نفس الطريقة، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. أكرم، أكرم، أحسن، أحسن، تمام؟ يبقى ده الفعل المبني للمعلوم لو كان ماضي رباعي. لو كان ماضي خماسي زي احترم، أقدر أحوله إزاي؟ الطريقة اللي أقدر أحول بها الفعل لما يكون ماضي خماسي من مبني للمعلوم لمبني للمجهول، هنعمل إيه؟ ركزوا معايا، أضم أوله وثالثه، أول حرف وثالث حرف نضع عليه ضم، وكسر ما قبل آخره، احترم، وضعنا الضم فوق الألف والتاء أوله وثالث حرف وكسر ما قبل الآخر. اكتشف، نفس الفكرة، نضم أوله وثالثه وكسر ما قبل آخره. اكتشف المهندس بئر بترول، اكتشف بئر بترول. اعتمد المدير النتيجة، اعتمدت، التاء هنا تاء التأنيث، هذه جاءت لأن الكلمة التي تليها مؤنث، فلابد أن نضع في الفعل المبني للمجهول بعد تحويله تاء التأنيث هذه إذا كانت النائب الفاعل أو إذا كان نائب الفاعل هنا مؤنث، ولكن نفس الطريقة لأنه ماض خماسي، ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل الآخر. شكر، شكرا، ده ماضي ثلاثي. حرر، حررت سيناء، حرر المصريون سيناء، هتتحول حررت سيناء. إيه اللي حصل هنا في الفعل؟ ضم أوله وكسر ما قبل آخره. قال، إذا كان الفعل الماضي به حرف من حروف العلة ماذا نفعل؟ قال، قيل الحق، هنعمل إيه؟ كسر أوله وقلب الألف ياء، لأننا المفروض أننا أنطقها بالكسر، كسر ما قبل آخره هتكون مكسورة إزاي؟ فلازم أحول الألف هنا إلى ياء، صام، صيم. طيب، عاقب المعلم التلميذ المهمل، هنا الفعل بتاعي ماضي رباعي وفي حرف من حروف العلة في وسطه. عاقب، شاهد، كافأ، إذا حضر حرف، إذا جاء حرف العلة في وسط الفعل الماضي الرباعي ستقلب الألف واو. عاقب، عوقب، كافأ، كوفأ. إنما قال، صام، ستصبح قيل، صيم، والكلمة التي تليها نائب فاعل مرفوع بالطبع. ماذا حدث لكلمة عاقب هذا الماضي الرباعي وبه حرف علة؟ ضم أوله وقلب الألف واو وكسر ما قبل آخره. كافأ،
ستكتب كيف تكتب بعد أن تحولت إلى مبني للمجهول كوفئة. نحول الألف إلى واو وكسر ما قبل الآخر ونضم أوله بالطبع. استلما الفائز الجائزة. ماذا حدث للفعل هنا من مبني للمعلوم لمبني للمجهول؟ استلمت، تاء التأنيث حضرت وجاءت لأن نائب الفاعل بعدها كلمة الجائزة مؤنثة. استلمت الجائزة. ماذا حدث للفعل؟ ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل آخره. ليه؟ لأنه ده ماضي خماسي. اشتعل نفس الفكرة، نضم الأول والثالث حرف ونكسر ما قبل الآخر لأنه ماضي خماسي. وهكذا بقية الأمثلة. هيا بنا نتعرف على الفعل المضارع. كل ما سبق كان فعلا ماضيا، ماضي ثلاثي، ماضي رباعي، ماضي خماسي، ماضي ثلاثي به حرف علة، ماضي رباعي به حرف علة. كل ما سبق كنا نتحدث عن كيفية تحويل الفعل الماضي من مبني للمعلوم لمبني للمجهول. الآن كيف نحول الفعل المضارع للمجهول؟ هيا بنا نتعرف. يكتب التلميذ الواجب. خطوات حذف الفاعل نفس الخطوة هنعملها. خطوة تحويل المفعول به إلى نائب فاعل ستتم أيضا. الفعل هو الذي سيختلف ماذا نفعل به. يكتب هذا فعل مضارع، نحوله إلى فعل مبني للمجهول. كيف نحوله؟ هذه هي الطريقة، ركز معي. ضم أوله وفتح ما قبل آخره. عكس مين؟ عكس الماضي كنا بنضم أوله ونكسر ما قبل الآخر. يكتب هتبقى يكتب. تمام؟ يبقى ضمينا أوله والحرف اللي قبل الأخير وضعنا عليه فتحة. ضم أوله وفتح من قبل آخره. هيا بنا نأخذ أمثلة أخرى للفعل المضارع وكيفية تحويله للمبني للمجهول. تحفظ حسناء القرآن. يحفظ القرآن. ضم أوله وفتح من قبل آخره. يزرع الفلاح القمح. يزرع القمح. يشرب عاصم اللبن. يشرب اللبن. طبعا اللبن هنا اعرابها تبقى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. احسنتم. اي كلمة تأتي بعد الفعل المبني للمجهول نعربها نائب فاعل مرفوع. تربي الام وابن الابناء. تربي الام الابناء. كيف نحول هذا الفعل الى مبني للمجهول؟ إلى مبني للمجهول. يربى الأبناء. بنحذف الفاعل طبعا وبنحول المفعول به النائب فاعل والفعل نفسه بيتغير. ضم أوله وفتح ما قبل آخره. اشمعنا الطريقة دي بقى؟ اشمعنا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر؟ أحسنتم، لأنه فعل مضارع. يكرم العلم المجتهدين أو المعلم المجتهدين. يكرم. طب تعالوا نحولها. يكرم المجتهدون. نفس الفكرة، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يحترم الابن أباه. يحترم الأب. يحترم الأب. هنقول تقدر الدولة العلماء. نفس الفكرة، يقدر العلماء. يحتقر الناس الكاذبين. يحتقر الكاذبون. أي فعل مضارع عايزة أحوله لمبني للمجهول هنعمل فيه إيه؟ نضم أوله، نكسر ما قبل، نفتح ما قبل آخره. عفوا، نفتح ما قبل آخره. يلوم الفعل المضارع الذي به حرف علة. كيف نقلبه ونحوله إلى مبني للمجهول؟ يلوم، يقول، يبيع. هيا بنا. يلوم الناس الكذابة. يلام الكذاب. ماذا حدث للفعل؟
ضم أوله وقلبت حرف العلة الواو أو الياء ألفا. إذا كان حرف العلة واو أو ياء ستقلب ألفا لو كان الفعل مضارع، وبه حرف علة واو أو ياء نعمل فيها إيه؟ هنضم أوله ونضع ألف مكان الواو أو الياء. فيلوم هتبقى يلام، يقوم يقام، يقول يقال. طب يبيع يباع نفس الفكرة، قلنا لما نلاقي حرف العلة واو أو ياء تقلب ألفا. يصون يصان، يقود تقاد الأمة، يطيع الأبناء الأمة تطاع الأم. بنضم أوله ونقلب حرف العلة سواء كانت واو أو ياء إلى ألف. وبهذا نكون قد انتهينا أبنائي من شرح هذا الدرس، وعرفنا جميعا الفرق بين الفعل المبني للمجهول والمبني للمعلوم. أشكركم أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.